شيرين احمد، صديقه 33 معتقل من الترا الثورجي، وكنت عضوه في جروب الترا الثورجي. احنا نزلنا في 30/6 الاتحاديه علشان نسكت نظام مرسي، ان احنا ضد نظام مرسي وضد اي حد يخرب بلدنا. وطبعا نزلنا 25 يناير وذكرى محمد محمود، ونزلنا كل الاحداث وكل الذكرى، ذكرى الثوره. كنا احنا عملنا اكبر تيفو في الاتحاديه، نزل بطول الاتحاديه كلها. كنا نازلين ضد مرس، فطبعا صحابنا كانوا متجمعين في حديقه الاوبرا، اتمسكوا من اوبرا ذات نفسها، من اوبرا مصر. التهم اللي متلفقه لهم ان هم منضمين لجماعات ارهابيه، وان هم كان معاهم حاجات عايزين يعتدوا بيها على الشرطه. الحاجات اللي كانت معاهم بقى ترومبيطه، اسكارفات مكتوب عليها الثوره مستمره، علبتين اسبراي، واستنسل لواحد صاحبنا معتقل اسمه حسام شاكر. طبعا بيقولوا ان هم اقتحموا ميدان التحرير، والكلام ده ما حصلش، لان الناس اللي تم اقتحام ميدان التحرير اتقبض عليهم الصبح الساعه 2 اللي هم الاخوان. هم اتمسكوا بالليل الساعه 6، فطبعا ده ما حصلش. قالوا ان هم كانوا عايزين يعطلوا الدستور، ومنطقه الاوبرا ديت عامه ما فيهاش اي لجان دستور خالص.